أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا حصة تجيب على تساؤلاتكم انتما يا أولياء باش تربي ولادكم بالطريقة المناسبة. إن شاء الله ربي يوفقنا مع أخصائيين باش نجاوبوا على كل تساؤلاتكم، وبإمكانكم كذلك ترسلونا تعطيونا التساؤلات نتاعكم عبر صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا ولا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com، وإن شاء الله راح ندرجوهم في المواضيع اللي راح نعالجوها. اليوم موضوع مهم بزاف، الناس يقولون وليدي ما يحبش يقرا، انا وليدي يلي ديموتيفي ما عندوش موش محفز باش يقرا، شغل يتهاون، شغل واسمها قله الدافعيه للتعلم، دونك لا ديموتيفاسيون. اليوم راح نتكلموا على هذا الموضوع هذا، على بالي انتم يا الاولياء ماذا بكم تعرفوا شو هما الاعراض، كيفاش تعرفوا وليدك راهو ديموتيفي عنده قله الدافعيه للتعلم، وكيفاش نعالجوا هذا الموضوع. إذا يرافقني في هذا الموضوع هذا السيد لابري نور الدين. مرحبا بك، مرحبا بك، تفضل تفضل. 39 سنة في مجال التربية، تفضل تفضل سي نور الدين. شكرا. تفضل. شكرا. دكتورة محرز خان عبلة، مرحبا بك مدام، مرحبا بك. أخصائية في علم النفس، مرحبا بك مدام، شرفتينا شرفتينا. معنا تجربة حية كشروت أمين، تفضل، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، شرفنا شرفنا. تفضل 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 تفضل. وفي كل حصه نستضيف طفل ولا طفله باش يدير الواجبات المدرسيه نتاعو في هذاك المكتب الجميل. اليوم معنا فارس، تعال تعال اروح وليدي. واش راك فارس؟ لاباس؟ لا بخير. واش مسنه تدرس فارس؟ السنه الاولى متوسط. السنه الاولى متوسط. وشاطر انت في القرايه ولا شويه؟ وانت تحب تقرا ولا ما تحبش تقرا؟ نحب نقرا. مي بالمرات هكذا تحس روحك بلي ماكش حاب تروح تقرا، ماكش حاب؟ آه. لا دائما. هاي الشاطر شاطر، برافو. دونك روح دير الواجبات المدرسيه تاعك في هذاك المكتب، تفضل تفضل. وانتم يا اطفال هذا هو الوقت اللي ديروا فيه الواجبات المدرسيه باش والديكم يفرحوا بكم وتنجحوا ان شاء الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا الموضوع المهم والشائك، لأنه أنا من خلال تجربتي مع الأولياء والأطفال وكامل شفت بلي همهم الوحيد هو أنه ولده ينجح خاصة في الدراسة، لأنه وجميل جميل في هذه المجتمعات اللي تعطي أهمية للعلم، جميل جدا. وبالمرات الأولياء يعني تجيه أكبر نكسة ما تساويش انه وليدو جاب نتائج ماشي مليحه في المدرسه، تسي بوم ديموراليزي كامل. وخاصه الاولياء بالمرات وليدو اللي ديموتيفي ما عندوش دافعيه للتعلم، ما حبش يقرا، ما حبش يقرا لاسباب عديده. حنا ماذا بينا اليوم نشخصوا هذا الوضع ونطمنوا ثاني الاولياء اللي ما يشوفوا فينا باش ما يخافوش بزاف، لانه لكل داء دواء كما يقولوا، ونعطوهم بعض النصائح كيفاش باش ولادهم يعاودوا يحفزوهم، كيفاش يعاودوا يعطوهم هذيك الدافعيه، وخاصه بالك يروحوا يشوفوا الشيء اللي خلى هذاك الطفل تروح له هذاك الدافعيه للتعلم. نبدا بك دكتوره محرز خان، مرحبا بك. ماذا بيا تشخصينا وقتاش نقولوا باللي هذا الطفل هذا اللي ديموتيفي ما عندوش دافعيه للتعلم، وكيفاش نعرفوا ويظهر في اي سن؟ اسكو في المراهقه، اسكو في الطور الاول، اسكو؟ وكيفاش الاولياء يقدروا يتعاملوا مع هذا الوضع هذا؟ السلام عليكم ورحمه الله، يسعدني ويشرفني ككل مره وفي كل مره ان اكون معك اخي يزيد ومع هذا الحضور الرائع ومع مشاهدينا الكرام اللي تعودنا عليهم وان شاء الله هما ثاني تعودوا علينا. اذا الدافعيه للتعلم وشنو هي في الحقيقه؟ يعني بشكل بسيط هي الموجه ولا الدافع اللي يدفع ويوجه ولادنا على انهم يتعلموا، يحبوا لابرونتيساج، يحبوا يعرفوا حاجات جديده، يعني يولي هو حاب يقرا. وشنو هي هذه الطاقه اللي راهي داخل اجهزتهم النفسيه، لان هو عامل نفسي، وشنو هي هذه الطاقه اللي راهي تدفع بولادنا على انهم يقبلوا على التعلم ويقبلوا على المعلومات وعلى النهم العلمي.
أو الاستقاء العلمي وشنو الحاجة اللي راهي تدفعهم. إذن كاين عدة أشياء اللي تساعد في المجتمع على أنه الطفل ينمي الدافعية تاعه، لكن أنت قلت لي مثلا الدافعية تقدر تكون مرتفعة، تقدر تكون منخفضة، تقدر تكون متوسطة مخففة نقول عليها متوسطة عامة. كيفاش نعرفوا بلي ولدنا مش حاب يقرأ؟ إذن نعرفوا بلي ولدنا عنده دافعية منخفضة. إحنا ماذا بينا كلامك هو كبير أستاذة، ماذا بينا نفيقوا ونعرفوا بلي ولدنا مش حاب يقرأ، ما نخريوش النتائج هي اللي تخبرنا. هذا هو النقطة اللي حبيت نتكلم عليها، باسكو من بعد كي نشوفوا النتائج انا عرفنا بلي ما كانش حاب يقرا وما قراش وراه فراها خلاص. حنا ماذا بينا الاولياء حابين يعرفوا قبل النتائج كيفاش يعرفوا بلي ولده ماهوش حاب يقرا. اذا ما نقدروش نتكهنوا قبل ما يدخل للمدرسة على انه راح يعود يحب يقرا ولا ما يحبش يقرا. لكن كاين مؤشرات تربوية من بينها هو المشاركة والاهتمام، الاهتمام الاجتماعي والتواجد الاجتماعي والحضور الاجتماعي، يعني تكون عنده جرأة اجتماعية مثلا وحتى وهو صغير. نبدأ نقوله كي يدخل لاش سوسيال اللي قلنا عليه من 3 إلى 5 سنوات، هنا يعود الطفل مشي منعزل مشي ساكت، طفل مشارك اجتماعيا. هذا تكون عنده الدافعية أكبر من الطفل المغيب اجتماعيا واللي هو يغيب نفسه. مثلا نعود نشوفه في رسوم متحركة، وانا نسأل مثلا يكونوا أطفال قاعدين، نسأل أولادي ولا نقول له وش دار البطل باش عقبوه كذا ولا باش غلبوه ولا احكي لي القصة. واحد فيهم اللي نوض يحكي القصة بالضبط، يحكيها بكل تفاصيل وماذا به يوصل المعلومة. هنا الفكرة ماذا به يوصل المعلومة. غير واحد آخر يعود يعني رو فاهم القصة، كي تبدأ تسأل فيه تلقاه فاهم القصة، لكن تقول له علاش ما قلت ليش، يقول لك إيه ما وجهتي ليش ليا أنا سؤال. بالضبط، تسيبيه منعزل، تسيبيه ما يشاركش، سؤال معليش تجاوبك هي ولا نجاوبك أنا كيف كيف. بالضبط هنا اللي تبدأ تظهر يعني المؤشرات، يعكس الواقع الاجتماعي اللي كان عايش فيه. إذا كان مثلا في المجتمع نتاعو في الوسط العائلي نتاعو ما كانش يشارك، ما كانش يطلبوا رأيه، وما كانش هذه هي رايح. هو مثلا الوسط الاجتماعي والمحيط الاجتماعي ما راهوش محيط أخصائي محترف باش مثلا يمد الرعاية والتكفل المختصة لكل واحد حسب الفروق الفردية تاع كل إنسان. يعني نقدروا حنايا في المنزل نقدم نفس الرعاية للابن الأول ولا الثاني ولا الثالث، يعني وانا مثلا عاده نعيش الحياه اليوميه ماذا بينا يعني نقوم باداء يعني تمشي الحياه اليوميه، نسال سؤال ماذا بي عندما نتلقى الجواب خلاص، يعني بالنسبه لي خلاص الامر مغلق. لكن مثلا لازم هنا نتوقف، ماشي فقط اني نتلقى الاجابه، من عند من تلقيت الاجابه وفي اي شكل تلقيت الاجابه. ديفوا يعني مرات الأولياء ولا المعلمة ولا اللي يكونوا حابين نوعية معينة من التربية راهم يحوسوا على لاكاليتي مش لاكونتيتي تاع التربية، يعني النوعية التربية وليس الكم فقط، نخدموش حل من فرد في المجتمع. إذا هنا نوجه سؤال ولا راني يعني نختبر في هذوك الأولاد باش نعدل بعض السلوكات. هنا يجب أن نسلط الضوء أو يعني نثير الانتباه إلى الطفل المنعزل هذا. في الانعزال كاين بزاف ألغاز وبزاف أسرار وكاين بزاف مؤشرات، من بين المؤشرات أنه مثلا هذاك الطفل ما يحبش الأضواء تتسلط عليه، مدى به يعود منسحب، مدى به هذا الانسحاب نويد ولا ماس. أنا شفت في عديد الحالات باللي تبدأ قلة الدافعية تبدأ من هذا الانسحاب. هذا الانسحاب وهذا الانسحاب يؤدي إلى التهميش، لأنه طفل هذاك غير حاضر، دائما غير حاضر، تسأله يجاوبوا الآخرين، بالنسبة لك أنت خلاصك ديت الجواب وتروح. حتى في القسم يولي غير مشارك، يولي غير متفاعل اجتماعيا. مليح وقلة التفاعل الاجتماعي يعني حتى المشاركة يعطيوها نقطة مليحة. هذه باش الوالدين في التقويم المستمر ومن بعدك بالك يتكلم عليها أكثر الأستاذ نور الدين. إذا نبداو لي زانديس هذو نبداو نشوفوهم من هاد السلوكات البريئة، هاد السلوكات الصغيرة اللي ما راهيش ماكيي، ما راهيش مزينة، لأنه طفل صغير هذا تاع 3 سنين 4 سنين راح يبين الحقيقة تاعو، ماشي راح يزين يعني راح. لكن هنايا لازم علينا ومن بعدك راح نتكلموا على الإجراءات التطبيقية والعملية اللي كيفاش نوضوا
حتى بالنسبة للطفولة بالنسبة للمربيات، أنا كونت الكثير من المربيات، فنتكلم على ليفاي النهوض هذا بالضبط. كيفاش بالضبط. الاستيقاظ كيفاش تشعل هذيك الشمعة في الطفل، كيفاش الاستيقاظ هذا الاستيقاظ كل ما يكون مبكر كل ما تولي كاين الحرارة يولي كاين القلب، باسكو الإنسان اللي ما عندوش الدافعية ما عندوش القلب للقراية هو ذكي وعنده المعلومات ويقول لك حتى تلحق له ليه وتسأله ويقول لك قل له وعلاش ما جاوبتش، يقول لك لا انا كنت عارفها انت برك ما وجهت ليش ليا السؤال، تلقاه بارد يعني بالضبط. يعني ما راهوش ما عندوش الحرارة كاع والقلب تاع القراية، لكن هذا الشيء يأثر عليه للأسف، يأثر أنه ما يكونش عنده سقف طموح عالي، ما تكونش عنده أهداف طويلة المدى بالضبط. يكون بالضبط. فقط يسلك راسه في المشاكل اليومية اللي يواجهها، وتسلك الراس هذا ما راحش يعمل لنا مشروع نفتخروا به والله يكون يليق بمستوى ذكائه. وكذلك يعني في المدرسة ومن بعد لو كريتير اللي ناخذوه حنايا الطفل اللي قليل، احنا باسكو تكلمنا احنا قبل المدرسة، دوكا كي ندخلوا في المدرسة المؤشر الكبير هو انه هذاك التلميذ المردودية التحصيلية تاعو اقل مما ينتظر منه فيزافي على الانتليجنس تاعو بالضبط. فبالتالي تلقى مكتوب في كشف النقاط تاعو ابنك يقدر يمد اكثر بالضبط. اذا لقيت هاد الملاحظة ابنك يستطيع ان يمد اكثر بالضبط. فابنك راهو يعاني من الدافعية لانه المعلم ولا الاستاذ الدافعية المعلم ولا الأستاذ بالخبرة تاعو وبالمدة الطويلة اللي راهو الاحتكاك الكبير تاعو مع الأطفال والتلاميذ لاحظ أنه عنده ذاكرة قوية وعنده ذكاء هذا الطفل، لكنه فشلان وفنيان. إذا مقبل في الكوليس تكلمت أنا والأستاذ نور الدين على واحد المقولة شفتها من الرياضي الكبير واللي نفتخروا به حنايا في الجزائر الدكتور أحمد جابر جبار. الدكتور أحمد جبار أنا عاد شفت الانترفيو تاعو في واحدة من القنوات وأثار لي الانتباه تاعي، جلب لي الانتباه تاعي وافتخرت كثيرا بأني عرفته أنه جزائري وأنه عمل في كبرى الجامعات العالمية والآن الحمد لله راهو في الجزائر كذلك باش يدعم الجامعة الجزائرية. قال واحد الشهادة يعني اللي أنا يعني من خلال احتكاكي بالمدرسة الجزائرية وخاصة المتوسطات لأن عمل كثيرا مع المتوسطات، قال لك أنه قالوا له المنشط قال له وشنو هو سر نجاحك؟ قال له سر نجاحي هي 80% عمل واجتهاد. قال له إذا تقدر تقول على الانتليجنس تقدر تقول 20% بالضبط فقط بالضبط بالضبط. قال له يعني الإنسان باش ينجح بسيار في المجال العلمي وفي المجال الدراسي لازم أنه يعمل بالضبط يجتهد بالضبط ويعمل يتعب يعني عليها. قلناها مقبلة حتى قلناها حتى الانتليجنس يعني عندها حدود من بعد لازم العمل هو اللي ياخذ المكان. في حلقات سابقة تكلمنا على هذا وكاين هناك دراسات وبحوث وبحوث جامعية وبحوث علمية تكلمت على أنه الارتباط ما بين الذكاء والتحصيل الدراسي هو ما يفوتش 60% 50 إلى 60% يعني كاين معدل كبير أو هامش كبير تاع العمل والتكرار والاجتهاد وهنا وين تبان الدافعية. شكرا شكرا عفو. شكرا استاذ الله يخليك شكرا. شكرا سي نور الدين لابري، كاين نقطه حبيت نتكلموا عليها. الاستاذات كرمت وتكلمت لنا على الطفل اللي يكون منعزل اللي وسط الاجتماعي تاعو ما يسمحلوش باش يكون مشارك، يعني بالك والديه ما يوجهلوش الاسئله ما يشاركش في الحياه اليوميه، ولكن ما ننساوش بلي كاين اشياء اللي ممكن تمس دافعيه الطفل، ممكن اخطاء تربويه نتكلموا عليها، ممكن يا هل ترى المربيين عندهم درايه بهذا الشيء؟ مثلا عشناها تسيب طفل في سنه ما تسيبه رائع ومن بعد تشوف تدهور في النتائج نتاعو بالرغم، ومن بعد تشوفه بدا يتفنن تشوفه، ولكن احنا حبينا نتكلموا على الاسباب المباشره، الاسباب اللي يتلقاها التلميذ في المدرسه نعم. يعني اما الاخطاء التربويه اما شيء اخر ماذا بيا، وكان هل واجهتك تجربه حيه هكذا في هذا المجال هذا؟ تفضل استاذ. شكرا استاذ يزيد لاعطائي هذه الفرصه.
قبل ذلك نزيد إضافة خفيفة للمثال الذي أتت به الأستاذة وذكرت الشخصية البارزة هذا لأبنائنا، أن الجزائر تملك شخصيات عالمية ألا وهو أحمد جبار. وأحمد جبار هو يعتبر اليوم من أكبر الرياضيين في فرنسا وفي كبريات جامعة فرنسا، ويجول ويصول في العالم لتقديم محاضرات. ونزيد نقول حاجة بأنه كان وزير التربية لمدة سنة في السابق، والآن هو دائما يكتب، ما كانش سنة وما يخرج كتابين أو ثلاثة. وبالإضافة إلى كونه رياضي ماتيماتيسيان، فمال في السنوات الأخيرة إلى تاريخ الرياضيات، وهذا شيء مهم جدا. وهنا يبين بأن العرب أو الحضارة العربية الإسلامية هي اللي كانت الرائدة السباقة في الرياضيات بالضبط. والعالم اليوم أوروبا وأمريكا والعالم الغربي والمتحضر المتقدم أخذ الكثير من الرياضيين العرب والمسلمين بصفة عامة. هذا بالنسبة إلى شكرا دكتور جبار. ثانيا أنا بغيت باش نجاوب على سؤالك أن أتحدث عن الأسباب اللي تدفع التلميذ إلى قلة الدافعية. قلة الدافعية الديموتيفاسيون بالضبط، تدفعه إلى قلة الدافعية بالضبط إلى قلة الرغبة في التعلم. يعني باش نستعمل مصطلح، بس كل أن الطفل بالغريزة يحب يقرأ. نعم بالغريزة، يعني نقولها دائما الأولياء، نقول لهم إلا ولدكم يحبش يقرأ فوفوزانكيتي لازم تفهموا علاش. نعم. لأنه بالغريزة طفل صغير يحب يرفد الكرطاب، يحب يفرح بالمدرسة. نعم. يحب خاصة في الابتدائي بالضبط. الرغبة أو الدافعية هي العنصر الأساسي لنجاح التلميذ في الابتدائي. في المتوسط الثانوي ربما تجي فيما بعد، تجي يعني عنده امتحان يروح يجتهد ويدير مجهود لأنه عنده امتحان، واعي بأنه لازم يتحاسب في بالنتائج هذه. نعم. لكن الطفل الصغير في الابتدائي ما عندوش بالضبط. هذا بالتالي الدافعية مهمة وعنصر أساسي، هذا من جهة. من جهة أخرى نتساءل لماذا أبنائنا يحدث لهم واحد الخمول أو الابتعاد أو الهروب أو عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة أو في متابعة الدروس. هناك أربعة أو خمسة أسباب في نظري وحسب التجربة نتاعي وحتى حسب بعض الدراسات التي ونجزت في هذا الميدان. اولا هو الفشل، وهنا نتكلمش يعني يحاول نعم يلقى روحو ما راهش يتباع، ما راهش يفهم مليح، نتائج غير مرضيه. انا نسميها ثاني، كاين واحد الفينومين هكذا عشتو انا مع اصدقاء كامل، هو تراكم قله فهم الدروس. نعم هذا هو يعني التراكم عليه. نعم صحيح جدا. شوف حس بثقل ويقول لك كيفاش راح ندير انا باش نوصل. يديكروش هذا يخليه يبتعد عن المدرسة وما عندوش الرغبة، هذا واحد. ثانيا القسم، لاكلاس. القسم أنا نقول لاكلاس جيتو هنتر جيمي، القسم المرعب المخيف اللي ما عندوش روح بدون روح. يعني وين الطفل لازم ما فيش حاجة تجذب هذا الطفل بالضبط. في هذا القسم يولي يستنى وقتاش يرجع للقسم نتاعو. نعم مخفاش الالوان نعم مخفاش ان الطفل يقضي وقتا طويلا في القسم نتاعو خلال الاسبوع وخلال الشهر وخلال الفصل وخلال السنه. اذا دائما في قسم مرعب، لا حاجه ما فيش روح، حتى لقيتها ما فيش روح، ما فيش حاجه تجلبه من الوان ومن كذا وحتى من معامله حاجه بسيطه. هذا اثنين. ثالثا المعلم. المعلم ما ندخلش في التفاصيل لأنه الموضوع طويل ويطول بنا، لكن المعلم فغالبا وهذه دراسات أنجزت، الأخطاء التربوية يعني دراسات أنجزت وتخلصوا بأن المعلم، مش كل المعلمين ولكن المعلم، ما نطبوش في هذا خطر شنو نريح طويل طويل نرجعوا لها. المعلم هو اللي يخلي التلميذ تكون عنده الدافعية والقابلية ويحب يجي ويحب المدرسة ويحب القسم ويحب الدرس ولا ينفر. بالضبط إذا كان المعلم بالذات هو كاره كيفاش حبيت الأستاذ. بالضبط يعني هذه حاجة المعلم ديفا يعني ماشي كاع المرات يعني
في احيانا يكون هو ديجا هذاك الاستاذ راهو ماشي حاب العمل تاعو بالضبط، ماهوش راضي كشريطه وظيفي، باسكو اونسيني انا بور موا سي اون باسيون. يعني الانسان، انا مره تلاقيت مع واحد المدرس كان يقري في الابتدائي في دوله اوروبيه، قعدنا نتكلموا، قلت له لاباس الخدمه ايتو، قال لي واش نطلب، قال لي جو سوي باي بور اون باسيون، قال لي لا باسيون ديالي ويزيدوا يخلصوني. يعني انسان تشوفوا كيفاش فرحان كيروح للعمل تاعو كامل، يعني هذا الشيء مهم جدا، مهم جدا انه المربي يكون عنده هذه الصفات، هذه الصفات تاع الاستقطاب تاع الطفل، تاع يحبوا الطفل يعنقوا، يعني يشوف فيه. نعم، هو اللي يخلي التلميذ، يجلب التلميذ ولا يخليه ينفر. كيف اعلمه وهو لا يحبني؟ وهو لا يحبني. بارك الله فيك، هذا المثل الصيني تاع كونفوشيوس، هذا مشهور في التربية. تكلمنا عن القسم لو جيتو لا كلاس جيتو، كذلك المدرسه. سيد المدرسه كذلك، المدرسه اذا كان المدير قبيح، الاسره التربويه، الاسره التربويه وكل متعاملين في المدرسه بالضبط. احيانا يخليوا التلميذ ينفر من المدرسه باسكو ينسوا المهمه الاصليه هي التربيه. التربيه قبل التعليم. اخيرا باش ما نطولش كذلك في بزاف هذا الموضوع، اخيرا هو الدروس نفسها، الدروس الماتيير، الدروس نفسها عندما تلقى بطريقه غير علميه غير بيداغوجيه تخلي التلميذ، ونعطيك مثال، ما كانش استيعاب، مثال ما كانش استيعاب، والتلميذ اللي يكره ما عندوش دافعيه ما يقراش ديك الماده. نعطيك مثال، التاريخ والجغرافيا، لو نسال التلاميذ، مش غير عندنا استاذ يزيد، يعني حتى في الخارج بالضبط، تقول ليستوار تاريخ، التلميذ يقول لك انا لا نقرا، واش راح ندير به في حياتي؟ راح ندير به تاريخ، يحكي لي عن الماضي، عن ما حدث، عن ما مضى، بالضبط عفوا، وانا محتاج للحاضر، يقول لك واش راح ندير به في حياتي؟ لكنه يجهل فوائد ومنافع التاريخ في فهم الحاضر، في فهم الحاضر اقتصاديا سياسيا بالضبط كل شيء. بالضبط، وهذا ودائما يقولوا التاريخ يعيد نفسه، يعيد نفسه باش وهذا لان المعلم اللي يقري ماده التاريخ ما يقريهاش بطريقه يخلي التلميذ، ما لازمهاش تكون اكاديميه، يعني يخليه يمل، لازمها تكون بطريقه، ماهوش غير في التاريخ، التاريخ الجغرافيا وحتى في بعض المواد الاخرى. نعطيك مثال، لو نسال التلاميذ، طلبه التلاميذ الصغار اخر الابتدائي وبدايه المتوسط، نقول لماذا تدرس الرياضيات؟ ماذا قد تكون اجابته؟ نقول لماذا تدرس الفيزياء؟ لماذا تدرس الإنجليزية؟ ما يجيبش يجاوبك لماذا؟ لأننا ما علمناش أولادنا لماذا، ما هي فوائد، ما هي ضرورة تعلم هذه المادة أو تلك. ثم الطريقة، أنا التاريخ نحب نخليه حب التاريخ إذا استعملت طرق معينة، بالضبط، نخليه حب الجغرافيا إذا استعملت طرق معينة، وسائل إيضاح، وسائل تعليم، نجيب أشخاص مرة على مرة، نكسر ذيك الروتين ونجيب شخص يتكلم لنا عن حادثة تاريخية مهمة. مثلا نعطيك مثال ونتوقف في السياسة، لأنني لو تركت لي الوقت راح من خلال تجربة طويلة ومتواضعة في نفس الوقت. شوف، فيما يخص العلوم الطبيعية، العلوم الطبيعية هي مادة مهمة كباقي المواد، ولكن مادة حية، يعني كي تروح المخبر كامل، فهمتك، من هذا يعني الحاجة من موسى. ولكن رغم هذا رغم هذا، انا صرت لي مرة، تم تطلبني وتقول لي من خلال تجربتك، بالضبط، إيه صرت لي مرة في المساء، خرجت من المكتب ونروح نزور، نشوف يعني حوالي المؤسسة حتى نشوف الساحة فارغة الا استاذ واحد في الحديقة، عندنا هكذا المساحة خضراء، رحت لي قلت له استاذ، وراني عارف باللي راهو في المخبر استاذ العلوم، اللي راهو يشوف فيا ربما يلقى روحه، ونحييه لانه كان استاذا ممتازا. قلت له شيخ، قلت له التلميذ راه في المخبر وحدهم وانت هنا، انا شفت الناحيه الامنيه لان رئيس المؤسسه مسؤول عن كل هذا. قال لي لا يا شيخ، انا عندي درس حول انواع الاوراق، لي فوي، ديفيرونت فوي، راح نجيبهم، راح نجيب ورقه منا ورقه منا. قلت له حبس يا شيخ، ساعتين في المخبر طرفو براتيك. قلت له شوف، عندك فوج وساعتين هما في ذاك المخبر، ورانا في العشيه يعني الصباح راه ما قراو، داو شويه يعياو ويملوا. قلت له لما لا تخرجهم من المخبر
وتجيبهم لهذا المساحه الخضراء، وانا راني معاك والحارس راهو معنا زيد يساعدنا والمساعد التربوي يساعدنا، ونقسمهم الى افواج. هما كانوا واحد 16 الى 18، نقسمهم ثلاثه او اربعه افواج، ونزيد نقول لهم اللي يجيب لي اكبر عدد من الاوراق هذه تحفزهم، يعني هذا هو التحفيز، نعطي له نقطه او نقطتين اكثر ونخليه يتنفس، نخليه هو يبحث ويكسر هذا الروتين هذاك. هذا وراح فعلها ودارها وقال لي بارك الله فيك يا شيخ وعندي وعندك الحق ودارها. هذا التلميذ لما مر على مره طريقه تاع الدرس نتاعي في الماده نتاعي الماده اكس هكذا نخرج له بحاجه جديده نحببها له وكذا يولي عنده دافعيه. انا شفتهم في كلامك هو الكبير في دول امريكا الشماليه في دروس التاريخ واللغه وكامل بالمرات كل سمانتين ثلاثه يديروا ان فيلم انا كنت على فاي يتكلموا عليه. انا كنت نديرها يا شيخ. جميل. انا كنت استاذ. جميل. نعم جميل. كنت استاذ، كنت نروح ما عندي لا سياره، نروح للعاصمه لوانسيسي في السبعينيات وتجيب لهم ونجيب الفيلم على ظهري ونديرها مره في الاسبوع ونعرض تلاميذ والاساتذه نتاعهم ونطالبوهم فيما بعد نديروا مناقشه ونطالبوهم بملخص، وانا راني نخدم اللغه ونخدم التفكير ونخدم الفكر النقدي. جميل. ونعلمهم كيف يقرؤون فيلما. والله كنت نديرها والناس تشهد، يعني اللي كانوا معنا سابقا. جميل جميل. كنا نديروها هذه كيفاش ما حببلوش اللغه، كيفاش ما يحبنيش انا كاستاذ تاع اللغه. بالضبط. اذا كان دائما نقول له ها والفاعل مرفوع مفعول به منصوب وعاود ورات يكره الماده ويكره القواعد. حتى القواعد حتى اعطيتني فرصه يا استاذ يزيد. التلاميذ يكرهوا القواعد، قواعد الصرف والنحو. سي اكاديميك سي اكاديميك كذا احفظ سيكاري احفظ سيكاري. الفاعل هو اسم ياتي بعد الفعل وكذا ويدل على من قام نينو سي با سا الطريقه البيداغوجيه يعني فيها طرق فيها كذا نخفف هذه القواعد هذه. انا والله كنت نقرا مثلا حروف العطف هذه الواو ثم وفا، خاطش كل حرف عنده معنى. بالضبط. ما نستعملش الثم في اي مكان. كيفاش ندير له؟ نقول لهم الوا تفيد الجمع، يعني نجمع نجمعوا بها. نخرج زوج تلاميذ ولا ثلاثه نقول لهم ايا عبر دخل علي وعمر، يدخلوا اون ميم طون يعني مع بعض الجمع. بالضبط. لكن علما نولي في الترتيب ثم ندخل علي وبعد نسيت شويه نريح شويه وما ندخل عمر نقول لهم هل نقول وعمر؟ يقولوا لي لا، يقولوا لي ثم، لانه فيه الترتيب هذا الاول والثاني. وكان الفا هذيك الفا تفيد الترتيب ولكن التعقيب يعني الترتيب المباشر المباشر بارك الله فيك المباشر. نقول لهم ندخل عمر زمزم ندخل علي موراه، نقول لهم دخل علي فعثمان. بالضبط. جميل جميل جميل. غير ذلك تعلم له النحو، ولو صبحوا يحبوا النحو التلاميذ تاعي. بالضبط. مانيش نفتخر على كل حال. جميل جميل. عندنا نقائص. نو نظن بلي كاين معلمين كاين مربيين حاشا اللي يحبوا العمل تاعهم وكامل. احنا من هذا المنبر هذا منبر تحسيسي فقط. تحسيسي. نديروا حوصله تاع الامور اللي كاين. بالك كاين مربيين ولا اولياء يشوفوا فينا بالك من هذا المنبر هذا تحسيس. التلاميذ هذوك نقول لهم غدوه ولا تجوا ندير لكم درس تاع النحو راني عارف بلي يجوا كامل. تجوا ولا ما تجوش؟ تفضل سيدي تفضل سيدي. شكرا شكرا شكرا. نختم معك ودرك واش عجبني حتى في الترتيب العالمي بكري كانوا يرتبوا الدول على المستوى تاع المنظومه التربويه، درك ولاو ينظموهم يعني الترتيب على التحصيل يعني على لاسيميلاسيون، يعني مام اذا كان انت عندك احسن سيستم احسن منظومه تربويه والاطفال تاعك ما عندهمش استيعاب تكون في المراتب الاخيره. اذا كان الاطفال تاعك الاستيعاب تاعهم الكاباسيتي دابرونتيساج تاعهم داسيميلاسيون كبار تكون في المراتب الاولى. شوف حتى الناس كاش ولاو يرتبوا الامم يعني من خلال. شكرا شكرا سي نور الدين. سي امين كشرود مرحبا بك. مرحبا بكم. ماذا بينا تكلمنا على التجربة الحية نتاعك؟ احنا في كل مرة نستضيفوا ولي أمر ولا يتكلمنا على التجربة الحية نتاعو. تفضل احكي لنا. السلام عليكم. نشكرك الأخ يزيد ونشكر الأساتذة هذوما كاع، والكلام اللي قالوه يسمى راني نشوف باللي يسمى أنا جوزته.